السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 52 من هذا الكورس المميز. وكلمة اليوم كلمة arrive. arrive كلمة مهمة جدا، سوف نأخذ عليها مثالين ونتعلم كيفية استخدامها وأيضا مرادفات كلمة arrive. كل هذا فقط في دقيقتين. الهدف هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، حوالي 20 كلمة جديدة تقريبا. لهذا السبب ركز معي خلال هذه الدقيقتين حتى تحفظ بشكل جيد، واستعد الآن. get ready, write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook and a pencil، تحتاج إلى كراس وقلم حتى تكتب جميع العبارات. دقيقتين فقط، ركز معي لمدة دقيقتين. and repeat after me 5 times aloudly، كرر اللفظ خلفي 5 مرات لكل عبارة حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة حتى تصلك جميع الدروس، ولا تنسى أن تفعل زر الجرس. كلمة اليوم arrive تأتي بمعنى وصل أو جاء أو حان، قدم أو نجح أو وفق. أهم المعاني هي وصل أو جاء أو نجح. arrive. المثال الأول: your guest ضيوفك will arrive soon، سوف يصل ضيوفك قريبا. your guests will arrive soon. your guests will arrive soon. هيا لنقرأها معا. your guests ضيوفك will arrive soon، سيصلون قريبا. المثال الثاني: I didn't expect you to arrive this way. لم أكن أتوقع منك أن تصل بهذه الطريقة. I didn't expect you to arrive this way. I didn't expect you to arrive this way. كرر معي. I didn't expect you to arrive this way. مرادفات كلمة arrive: connect, come, succeed, نجح، reach, وصل. arrive، حاول الآن أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة arrive، اكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق. حاول أن تستخدم عبارة جديدة مستخدما فيها كلمة arrive، أو تستخدم إحدى الأمثلة التي مرت علينا خلال هذا الدرس. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.